الحرية والكوفيد قضايا مطروحة للنقاش وكانت محور اهتمام عديد وسائل الإعلام، باش نشوفوا مع بعضنا كيف يتعامل النظام في تونس معاه. قررت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا الإجراءات التالية: أولاً، إقرار الحجر الصحي الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد. بعد إعلان وزير الصحة عن الحجر الشامل ابتداء من 14 جانفي، النهار اللي مثل التوانسة رمز للحريات والتخلص من الاستبداد والقمع، كان الدافع مع عديد الأحداث الأخرى على خروج الشباب ورفع عديد الشعارات والتعبير عن الغضب. ولاية الكيف كانت ما بين المناطق اللي خرج الشباب نتاعها للتعبير عن التهميش المتواصل. الاحتجاجات كانت في النهار والليل كما الجهات الكل، مع العلم انه في الكيف ما صارتش السرقات ولا خلع محلات. مع ذلك كان الحبس يترصد للشباب الكيف وتم الحكم على المعتقلين بعامين واربع شهر حبس. نادرة علوي امرأة شيرني تشد في الخمادة هذه هو في الدار، يعني كل شيء نقول عم يخدم مع واحد في القهوة، كلمه قالوا ايجا رمش تسان نلمو الكريسي ونسكروا القهوة، كهو سكر كل شيء وروح لثمانية وربع ولهنا في الدار. جوه لمتو غدوة دقوا عليه ما لقوش يقوه يخدم، قالوا لخطوه قول لامه لباي ويجيبوا، هزيتوا ومشي مني هزيتوا شدوا، ما نعرفش شدوهم حكم عليهم عامين واربع شهور، قالوا لهم انتم معرضتوا للقياس وكسرتوا ونهبتوا وحطوا لهم برشا قضايا وهم ما عندهمش مساكن، ما عندهمش حتى شيء يخدم عمو للقهوة. ظروف تحكم في الانسان مش يلقطوا واحد. يا راضي شيرني ام فارس وشتاتي عمره 18 وشوي، شد بالنسبة لولدينا راو قال في الدار في الليل لا حوزوهم لا عملوا حتى شيء، روح ولدي راقد في الدار لحال 10:30 جوه للدار هزو، حتى نحنا مش موجودين، حتى حاب يكلمنا يعني بالتليفون ما خلوش، فكولوا تليفون يمشي. انا ولادي كيما يقولوا فيا ناقو كل يد خذت اخت رجلت ليهم المحاضر وحطوا ليهم كيما حبوا، ولو مكسرين الحال كياس بالحواجز الحديديه، ولو حارقين حاضر التجول ولا شنيه، ولو ضاربين الامن ما فماش الامن، خلاص هو الامن كان جا فما ورم شدهم في الليل. بالنسبة لولادتنا محطوطين بالأسامي، راه كاتبين لهم أسامين في ورقة، وجوهم عطت للأمن وجو الأمن يوم طود وهزوهم الديار. بالنسبة لولدينا هزوهم الدار، جو يقوه راجل هزوهم الدار، نحنا مشنا في الدارنا وقته. بالنسبة لولد جارتي هذية لا هزاته بداه الحاجنا، ولادي كنا نلقوا كل ليه تخذت أخته نلقوا المحاضر كتبت وسري وغصروهم باش يصحوا. بالنسبة لولدينا قالك لا تكتبوا قدامي شيء ولا حطوا قدامي شيء، جابوا لي ورقة قالوا لي صح عليه، وزاد مزاد يحطموهم كيفك عامين واربع شهور يحطموا لهم حطموهم طول، واش مش يخرج الطفل كي مش تحكم قدك واش مش يخرج، قول لي انت ولدي هكا مشابيب واش مش يخرج، واش ني ثم واش ني ثم تونس واش ني عملت للشباب واش ني عملت لك. وزيدوا كيما يقولوا فيها على ما ثماش ومتهومين، مش حتى كان جو عامله والعمله والله صح متهومين باللس مجبودين باللس، يحطوهم يحكموا عليهم بعامين واربع شهور وشوف وليدي تتفضل شوف لك، وش مش يطلع الصغير قول لي عمره 18 سنة وش مش يطلع. ونحن الأوليات هي تعبت والأوليات هي الضمر، واحد ما يعلم به ربي كيفاش يكمل في قوته وش يمشي يزيد يصبح في الحاكم ويصبح في المحاكم، واحد ما يعرفش حتى المحكمة من يدخل له. هلا غير هذا ما نقول لك وليدي هذا ما الحاكم كان جو عامل، ونقول لك كما هما ما شدوش كان عملوا في الليل شدوهم في الليل، فما ذري شدوهم في الليل، نحن وليدنا هزرهم الضياء. يا ولدي الاخر لحظه تاو عنده او عنده 25 يوم في الواحد في الحبس يقولك ما ندريش علاش هزوني وما عملتش وعلاش هكا يضايق يحكموا فيهم ويضحكوا ليهم، فهم ما مستقبل لا محاله ما فهمش فالبلاد اللي به مقدود. قولوا الطالبي 23 سنه انسينيون اكتيفيست. بالنسبه للاحداث اللي صارت في الكيف هي نتاج الأحداث صارت ديجا على مستوى وطني في برشا جهات بخلاف الكيف، الأحداث اللي خرجت شباب الكيف وشباب برشا ولايات، الوليدات اللي توقفوا معناتها تحكم عليهم بعامين وأربع شهر، فيهم شكون تعاملوا معناتها معاملة خايبة على الأخر،
في مراكز الإيقاف وهذا بشهادة أوليائهم معناتها وبشهادة عائلاتهم. الوليدات اللي عمرهم معناتها ما فاتتش العشرين ماكسيموم معناتها 23 سنة فيهم اللي تهز من دارهم معناتها من با هو شارك ولا طلع في الليل ولا احتج جي وهالدار وهزوه معناتها في غطاية نومه. فيهم اللي ما خربش ما سرقش ما كسرش. الاحتجاجات اللي صارت في الكيف خالية تماما من أعمال عنف أعمال تخريب. ديجا كلنا نعرف أنه ما صارتش سرقة ما صارتش مداهمات معناتها المحلات خاصة ولا المغازات عامة إلى آخره. نراوها أنه ظلم كبير معناتها اللي صار بالنسبة لهم هما وبالنسبة زيدة لعائلاتهم. أنه نعرفوا عائلات الموقوفين هذهم راهم الحقيقة معناتها وضعيتهم الاجتماعية والمادية صعبة شوية. فيهم اللي ما نجمش يوفر معناتها المحامين وما نجمش يوفر الأتعاب والمستحقات المالية إلى آخره. على الأقل خلي الناس تعرف إنه راهو ظلم مازال القمع مازال وإنه على الأقل خلي الناس تقول ليه وتوقف لشبابها توقف الأولاد حومها توقف لأخواتها توقف لأصحابها على خاطرهم هذوما ما همش فقط ولاد بلادنا راهم هذوما زاد أصحابنا أخواتنا ولاد حومنا اللي لولا الظلم اللي متعرضين له لولا القمع اللي حاسينه معناتها في حياتهم اليومية راهم ما طلعوش وما شاركوش في الاحتجاجات. وبالنسبة للمعاملة والمحاسبة لازم الناس هذه اللي وقفت الأولاد واللي حاكمتهم واللي سجنتهم في إطار غير قانوني لازمهم يتحاسبوا معناتها بالقانون. نحب ولا نكره نحن في دولة قانون. الناس من حقها تقرأ شنو المحاضر اللي تكتبت وقبل ما تصحح. الأولاد هذوما ما صار لهم شهادة. الأولاد هذوما تفرض عليهم انهم معناتها يصحوا في حاجات هما من با عملوها وما هم معناتها حاسبوا العبيد وهرسلوهم على خاطر احتجوا في الليل او حتى كي احتجينا في النهار تم قمع الاحتجاجات في تونس العاصمه. رينا كيفاش معناتها الممارسه صارت في صفاقس الزاده في سوسه معناتها مش مساله نحتجوا في الليل ولا نحتجوا في النهار. هذه مساله منظومة كاملة مسألة أداة قمعية تقمع في الوليدات هذوما تقمع في الشباب تقمع في الصغير والكبير. بالنسبة للاستغلال جائحة الكورونا لقمع وتسكيت وتكميم الأفواه بالنسبة للشباب اللي تقريبا رينا معناتها في الفترة متاع الـ14 جانفي ما قبل وما بعد كيفاش قرارات معناتها اللي صدرت في الحجر الصحي الموجه ولا الحجر الصحي الشامل. دونك هذا نعتبروه حجر ماهوش حجر صحي هذا حجر سياسي حجر معناتها باش تحجر به العبيد باش تسكت العبيد باش تكممها افواها باش ما تطلعش وما تطالبش بحقوقها وما تنتفضش. المعركه راهي مازالت متواصله عمرها ما تحبس المعركه عمرها ما تكون معناتها محدده في تاريخ معين. المعركه مع المنظومه كامله معناها مع منظومة الفساد منظومة رأس المال منظومة القمعية المنظومة البوليسية المنظومة اللي ما زالت لحد الآن معناتها ما نحتش على كتافها بقايا نظام النوفمبري واللي ما زلنا لحد الآن نعاني منه. ندعي جميع الفئات العمرية في المجتمع على خاطر الحركة مهيش حكر على فئة معينة معناتها الحركة راهي للناس الكل. الحركة الكل نفس حر ثوري تقدمي انه يشارك انه يعرف شنو اللي ليه ويعرف شنو اللي عليه انه بحق معناتها يتحرك على مطالب جهته يتحرك على مطالب هذا الوطن. وكيف ما قلت الأستاذة راضية النصراوي اطلقوا صراحة وطني.